قبل ما نتكلم فيها تفاصيل، انا برحب طبعا بزميلي الكابتن هاني رمزي. مساء الخير عليك يا سهام. طبعا احنا كنا قاعدين يعني انا على برضو على اعصابي طبعا، كنت متابع المباراه. بقول اولا مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي، مبروك مبروك بطوله جديده على مستوى كره السله، دوري المرتبط للرجال. انا على المستوى الشخصي كنت بتابع المباراه من اولها، بدايات كانت صعبه شويه لكن في لقطات يعني حسستني لا ان المباراه ان شاء الله هتبقى للنادي الاهلي. لقطات صغيره قوي من روح المدير الفني وبيكلم اللعيبه، اصرار اللعيبه خاصه في الشوط الثالث والشوط الرابع، كمان الدايفنج الرائع اللي عمله، يعني مش هقول بقى متربي في النادي الاهلي، يعني المحترف الامريكي اللي عمل دايفنج في اخر ثواني وقدر كمان يعمل بلوك، يعني عمل شكل بيبين روح النادي الاهلي. دي لقطه. لقطه ثانيه سهام، لما اللعيبه بتتكلم مع بعض وهم نازلين في لما كان في بريك او تايم اوت، بيكلموا بعض بيقولوا بالدم يا جماعه. أيوة. لازم نحافظ. وواحد تاني بيقول لك الروح يا رجاله، ودايما بنتكلم على روح النادي الاهلي وفانيله النادي الاهلي، وناس تقول لك يا عم انتوا بتبالغوا، لكن النهارده ابطالنا ابطال كره السله، دي كانت روح الفانيله الحمراء، ابطال كره السله بصراحه، بيثبتوا كمان ان الاهلي بمن حضر عارفين ان كره السله، يمكن المباراه اللي فاتت امام الاتحاد السكندري كان ليها ظروف خاصه، النهارده بيلعبوا غيابات كتيره جدا على المستوى الفني، في رجاله طالعه من كورونا بقى لها 10 ايام اول مره تخرج من البيت على الاستاد، وبيعملوا روح عاليه جدا وبيقدموا اداء اكتر من رائع. يعني خلينا نكون فخورين جدا بما قدموا النهارده رجال كره السله. السنه اللي فاتت كان في اخفاق شويه في هذه البطوله، السنه دي ليها طعم خاص. وعايز اكلمك كمان يا سهام على جزئيه ان الولاد الصغيرين اللي عندهم 16 سنه اللي لعبوا المباراه اللي قبليها، ده نتيجتهم مرتبطه بالفريق الاول، قد ايه عايشين المباراه، قد ايه كان ليهم اثر كبير جدا كمان انه يعملوا حوافز للعيبه الكبار، قد ايه كان المنظر رائع وهم متواجدين مع اللعيبه بقى في استلام الجوائز. فبقول مبروك للنادي الاهلي، بطوله غاليه، بطوله كره السله دور المرتبط للرجال، بطوله غاليه تابعناها كلنا، وهو ده الدايفنج اللي بتكلم عليه. الدايفنج دوت، ويعني لا قدر الله وكان الكوره راحت للاتحاد وسجل فيها، اعتقد كان الفارق هيبقى واسع قوي، لكن دايفنج مع باسكت، وشايفين الفرحه لان النادي الاهلي في النقطه دي رجع للمباراه، يعني النادي الاهلي رجع للمباراه في النقطه زي ديت، وما شاء الله يعني الولاد او الرجاله بيثبتوا طبعا ان فانيله النادي طبعًا. الاهلي زي ما انت قلت يا سهام، النادي طبعًا. الاهلي ما بيقول يعني كلمته في النهايه يا كابتن هاني، هو على اخر لحظه 68 ل 66 انا قاعد انا واحمد اسامه خط احمر وهشام زميلنا والناس كلها قاعدين مترقبين، اللي هو لا يعني يلا يلا يعني فاهم. فالدنيا في ناس قالت لي يا سهام واحنا قاعدين كمان جمله انا سمعتها واسمعها في الكوره، بيقول لك لو الفارق بقى بس لصالح الاتحاد نقطتين النادي الاهلي هياخد البطوله. فانا استغربت الكلمه لان المباراه خلاص كان في الاخر، يعني قبل الاهلي ما يتقدم كان بيرحل للاتحاد، فده بيدل كمان ان في ثقه كمان طبعا. يعني دي جمله بتتقال في كره القدم لما الاهلي يكون مغلوب واحد، يقول لك لو الاهلي اتعادل لا يبقى الاهلي هيكسب، نفس الجمله دي اتقالت واحنا بنتفرج، بيقول لك لو الاهلي قرب للسكور هيبقى بس فرق باسكت واحد لا النادي الاهلي هيكسب، وده اللي حصل بصراحه. وده اللي حصل.